السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اختي خواتاتي، السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الاخوان، جيناكم فلوق جديد، تبارك الله، اللهم يسر. الاخوان هادو خرفان تبارك الله، ديال العمر تقريبا دابا ما بين شهرين 3 شهور، هما هادشي اللي قلت تقريبا. هذا الاخوان راه غير ديال الشراء، ماشي نقول ديال الكسيبه ديالي، غادي نعطيك تقريبا العمر. معهم هنا الاخوان كما تشوفوا، معهم هاد النعيجات هادو. بالنسبه للناس المتتبعين راهم عارفينهم تبارك الله. هذيك راه وحده الاخوان راه تحسنات الدينار، طلقناها مع الغنم، هذيك اللي مليه تبارك الله، حتى هي راه مشات تحت رجليها، ولكن هادي الاخوان مازال ما قداش تحت رجليها. بالنسبه لهادي هذا اضر اذكر هذا راه ما كاينش معهم الاخوان، هذا راه ولد هذا النعجه. والاخرين الاخوان هادو راه معروضين للبيع، كاينين 12 خروف الاخوان تبارك الله. هي هادي بالنسبه للاخوان، الثمن قطعين 750 درهم، اللهم يسر. هنا الاخوان كيما شفتوا راه تبارك الله المنطقه تبدلات عندنا الحمد لله بعد الامطار الاخيره اللي طاحت في هذا التالي هذا، الحمد لله والشكر لله تبارك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. الحمد لله تبارك الله على الخيرات. هما هادو الاخوان تبارك الله خرفان، كاين 12 خروف. هما الاخوان صراحه في التصوير تيبانوا زايدين واحد شويه، يعني بالنسبه دابا اللي تيشوف ينقص من النظر ديالو واحد شويه. ومن الإخوان اللي استفسر 0661 48 27 21، نتمنى الإخوان يعجبكم الفيديو، اللهم يسر الجميع تبارك الله، اللهم يسر. هنا تيعجبهم يرعاو في هذا الحرف هذا هنايا، حيت فيه الربيع مازال نقي.